أهلا بحضراتكم من جديد، وجولة رياضية تضم أهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية حتى الساعة. محمد حسن يرحل عن الزمالك مقابل 2.5 مليون جنيه وينتقل لسيراميكا. الزمالك يرفض ضم أحمد الشيخ بعد فسخ عقده مع الأهلي. الاتحاد السكندري يحتج رسميا ضد الحكم محمد معروف بعد الخسارة من الأهلي ويطالب بالعدالة الغائبة. سلبية نتيجة مسحة صالح جمعة وتعافيه من كورونا. برج العرب يستضيف نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش. بيراميدز ينفي مفاوضاته لضم أمير عادل وانضمام اللاعب للزمالك مهدد بالفشل. ودي كانت أهم وآخر أخبارنا الرياضية للنهاردة من برنامجكم أوضة اللبس.